السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا القطب الجامعي تاع سيدي عبد الله ونقف على الاشغال تاع التهيئه الخارجيه لهذا القطب واللي بدات تمد يعني الشكل النهائي تاع هذا القطب الجامعي اللي بدا يظهر يعني المزايا تاع يعني تاع الهندسه هذه والخطوط الهندسيه العامه تاع الجامعه هذه اللي بدات تبان بشكل جيد، لانه كل الفضاءات تاع الخضراء وتاع التزيين والتهيئه الخارجيه ستعطي اكثر زخم واكثر جمال للهندسه المعماريه، لانها يكفي اضافه اكيده للشكل العام تاع القطب الجامعي هذا. اذا واللي نعاود ناكد انه يستوعب 20,000 مقعد بيداغوجي، وافتتحت منه 4,000 مقعد، وفيه العام الجاي كل عام تفتح اجنحه من هذا القطب، وكذلك فيه عده ملحقات تجاريه ومطاعم تاع 750 يعني وجبه، وكذلك فيه مكتبات تتسع ل 1,000 طالب. اذا اضافه الى احياء جامعيه لايواء طلبه وطالبات في المحيط نتاع الكومبيوس هذايا. اذا هنيئا للجزائر بهذا المكسب الهام جدا، رغم التاخر اللي عرفوا المشروع يعني، لكن معليش احنا نثمن هذا المكسب الهام في المنظومه الجامعيه الجزائريه، واذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.